لقائكم والمس والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لاميشاد وكل الجزائريين، كل من ساند الجزائر، كل من دعم الجزائر من العرب، من يعني كل الجزائريين، خاصة الجزائريين، خاصة من دعم الجزائر، مناصرين عبر العالم من دعم الجزائر، يعني هما مشكورين. اليوم راني معاكم كما هكا، باقي 3 دقائق لي زادها لاربيت، والله انا باقي 3 دقائق لي زادها لاربيت. ربحنا صايك، الحمد لله يا ربي، تحية الجزائر، المجد والخلود لشهداء الى الابرار، تحية الجزائر يا ربي، الحمد لله يا ربي، يا ربي الحمد لله يا ربي، يا ربي الحمد لله يا ربي، يا ربي الحمد لله، يا ربي الحمد لله، يا ربي الحمد لله، يا ربي الجزائر كبيرة بولادها، يا ربي الجزائر كبيرة بولادها. شكرا لأبناء الجزائر الذين لعبوا مباراة بطولية، مباراة كبيرة، الحمد لله. قلت لكم لي سجل في اللي فيديو اللي فاتوا، قلت لكم لي سجل هو اللي غادي، شو قلت لي سجل هو اللي غادي يفوز، الحمد لله يا ربي، قلت غادي نسجلوا وسجلنا له. تحية الجزائر، تحية، الله يرحم الشهداء اللي خلاو رجالة، الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، يا ربي الحمد لله. تحية الجزائر، هذه هي الجزائر اللي نبغوها، هذه هي الجزائر بولادها، هذو ما بولادها، هذو ما الجزائر ولادها، هذو ما ولاد الجزائر، هذو اللي قدموا اللي يفرحوا الشعب الجزائري، هذو ما الحمد لله يا ربي. بطولة كانت لينا الحمد لله، كنا في المستوى الحمد لله يا ربي، وين المنتخب الوطني الجزائري وين فرحنا، يعني ما نجموش كيفاش نهضروا، الحمد لله ما نجموش كيفاش نهضروا، الحمد لله يا ربي، هذه بلادنا ونفرحوا احنا جزائريين، خاوتنا هنايا متسامحين بيناتنا، اللي هنايا اللي في الخارج، يعني مباراة كانت كبيرة. وشكرا لبوقرة اللي تحمل مسؤولية انتحارية، يعني دخل في منافسة انتحارية، فانيك بوقرة الطاقم الفني تاعو اللي بن حمود غارديا تاع غارونسيا غارديا كيسموه تاعنا، فانيك جمال مصباح، فانيك الناس اللي كانوا كاع الناس اللي سهروا على يعني على المنتخب الوطني الجزائري وما مشكورين، يعني ربي يحفظكم. وتحية الجزائر، هذه اللي نجمو نقولوها، المباراة شتو كيفاش مباراة كانت، مباراة كانت صعبة، مباراة 120 دقيقة وين عرفنا كيفاش نمشوا على، الحمد لله يا ربي، عندنا لاعبين أبناء الجزائر اللي قدموا كل شيء في هذه المباراة، هما مشكورين، يعني من اللي شارك من اللي ما شاركش، يعني بالك ننتقدنا ناس، بالك ننتقدوا جوارا، بصح سينا حب للجزائر فقط، وهو حب للجزائر، بالك ننتقدوا ناس بصح حب للجزائر، اقسم لكم بالله العلي العظيم، حب للجزائر، ننتقدوا ناس بصح سينا نعاودوا بالفرحة، نغلطوا بالك نقولوا غلطنا، نطلبوا السماح، نطلبوا من، يعني الحمد لله يا ربي، المباراة اللي كانت في القمة، مباراة اللي قدموا لاعبين، قدموا ما عليهم، والله العظيم قدموا ما عليهم، اللي كانوا اللي يديروا فلاشو، اللي كانوا في تريبيل، الجمهور اللي كان في تريبيل، الجمهور الجزائري هنا اللي في الخارج، يعني كاع الناس وين عاشت على الأعصاب 120 دقيقة، بعد ما سجلنا وعشنا المباراة على الأعصاب، بعد ما سجلنا وعشنا المباراة على الأعصاب، الحمد لله يا ربي. يعني الهدف اللي جاء من عند لعاب يعني سعيود وابراهيمي، هذه هي المباراة اللي نقولوا بلي المباراة اللي كانت قوية، مباراة نهائي بمعنى كلمة، يعني هدفين لصفر، مباراة كانت في القمة، مباراة اللي تلعبت على، نقولوا بلي تلعبت على جزيئات صغار، يعني نقولوا بلي بوقرة لازم التاكتيك دو جو تاعو اللي داره، يعني التاكتيك دو جو بمعنى كلمة، يعني لعب مباراة قوية، لعب مباراة تحمل مسؤولية كبيرة، وين تحمل مسؤولية، يعني كانوا الناس متشائمين يعني من اتجاه بوقرة، لكن بوقرة عرف كيفاش يرفع راية التحدي، يعني يرفع راية التحدي، وخدم بالنية تاعو هو وستاف تكنيك تاعه اللي كان معاه،
يعني من رئيس الاتحادية لآخر حتى الجارديني في الاتحادية في سيدي موسى راكم مشكورين يا خويا، حتى البيلوت راك مشكور، حتى كاع الناس راهم مشكورين يا خويا، ناس خدمت الله يعطيكم الصحة والله العظيم، ربي يحفظكم. هذه هي الجزائر اللي نبغوها، هذه هي الجزائر تاع رجال، الجزائر تاع رجال. مانيش نشوف والله، مانيش نشوف والله، مانيش نشوف، أمنوني بالله مانيش نشوف. هذه هي الجزائر تاع رجال، هذه اللي كنا نشوف فيها يعني الحمد لله يا ربي. الجزائر كي توصل نهائي تديها، الجزائر كي توصل دومي فينال راهي نهائي، وكي توصل نهائي نردوها. إلا شفنا لاكوب قدامنا يعني احنا راهي لينا، كي نشوفوا لاكوب راهي لينا. هذو هما أبناء الجزائر، هما مشكورين، يعني نقول لكم باللي مشكورين والله. واجب الشكر الرجال الأبطال، واجب شكر الرجال الأبطال، هذه واجب شكر الرجال الأبطال اللي داروا اللي عليهم. الحمد لله يا ربي داروا اللي عليهم. مباراة كانت قوية، مباراة ما غاديش نهضروا على التحاليل تاع مباراة، انا مانيش نهضر تحاليل تاع مباراة، راني نهضر على فرحة برك، فرحة يعني نعبر عن الفرحة تاعي فقط. هذا ما كان خدش لنا مباراة، اللي شادنا مباراة تاع اعصاب، مباراة يعني اللي عشناها على اعصاب، ما تنجمش كيفاش مباراة تشوفها يعني ما نقول نكذبوا عليكم، ما شفت اغلب المباراه، اغلب الوقت على المباراه ما شفتهاش، ما جبت نشوف. الله غالب نقولوا بلي مباراه يعني مباراه قمه، مباراه تاع رجال اللي تلعبت، مباراه تاع رجال. هذا ما كان نقولوا بلي مباراه تاع رجال اللي كانت نقولوا بلي كانت مباراه نقولوا بلي ولا سمحوا لنا مباراة. هذه ينعبروا أي مواطن جزائري عبر الشعور روحه في أي نقولوا في مباريات الجزائر، يعني وين الشعب الجزائري وين يعبر عن الفرحة تاعه، يعبر عن الغضب تاعه. الحمد لله يا ربي احنا المهم نقولوا بلي مباراة اللي تلعبت تاع أبطال 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 رجال يعجبوك. هذه هي الحرارة، هي الجرينتا، هذه هي المنافسة، هذوما رجال، الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي. هدف كان يعني نقولوا باللي الحمد لله يا ربي، نقولوا باللي مباراة هذه اللي تبين الشجاعة تاع الرجل الجزائري، تبينت شجاعة تاع الرجل الجزائري، عطات قيمة. يعني إن شاء الله بربي نعاودوا ندخلوا الرعب في إفريقيا بهذا المنتخب، نعاودوا ندخلوا بهذا المنتخب يلعب كوب دافريك، السلام عليكم، يلعب كوب دافريك، السلام عليكم. مباراة تاع رجال اللي كانت مباراة تاع رجال بمعنى الكلمة، مباراة تلعبت تاع رجال، ما غادي نهضروا مباراة 90 دقيقة شاهدنا كيفاش مستوى تاعها راقي جدا. الشوط الثاني الشوط الأشواط الإضافية يا خويا تاع هدف وراها أعصاب وخرج وتيري وبالك وحوجي أنا ومخيتي وبالك وحرز روحك. هذه 30 دقيقة تلعب، 33 دقيقة تلعبت، إي بالك اهرب بالك 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 بالك، كملت البارتية الحمد لله يا رب. هذه هي ما شاء غادي نزعف احنا نشكروا تسموه تاعنا ماجد بوقرة، يعني باطل بمعنى كلمة الكوتش، يعني ماجد بوقرة قراءة اللعب تاعو، عرف الوقت اللي دخل فيه سعيود، يعني رغم أن بداية سعيود كانت بصح في الهدف، يعني وين سعيود عاود يحيا في الهدف. عاد الإنسان نقولوا بلي بن دبكة الله يعطيه الصحة ربي شافيه، بن عمري، الناس كلعبت الحمد لله، اللي دخلوا ديروا بلاصو دخلوا لعبوا، لي دخلون يعني الناس قدمت مباراة في القمة، والحمد لله يا ربي. هذا هو المنتخب اللي نبغوه، هذا هو الجرينتا اللي نبغوه، هذه هي الجرينتا تاع الجزائري، يعني بقوة محارب، دخلنا بقوة محارب بمعنى الكلمة، صح دخلنا بقوة محارب بمعنى الكلمة. هذه فرحتونا، ربي فرحكم،
وتستاهلوا كاع الخير والله العظيم. يا لعابه اللي لعبتوا وفرحتوا تستاهلوا كل خير، تستاهلوا خير على خير. ربي يحفظكم خويا، والله ربي يحفظكم، الله يعطيكم الصحه، فرحتونا كما فرحتونا ربي يفرحكم ان شاء الله. هذه اللي نقولها لكم، ربي يفرحكم ان شاء الله يا